مساء الخير للمشاهدين، وأيضا أحب من هذا المنبر أن أوجه تحية لقناة الأردن اليوم على اهتمامها بالقضايا العامة للمواطنين، وعلى اهتمامها بكافة القضايا اللي تخص وتمس حياة الناس مباشرة. وأنا سعيد في هذا اللقاء، وسعيد أيضا في المشاركة في برنامج مساحة حرة. في الحقيقة أنا يعني سأتحدث اليوم عن عملي، وعن أيضا عن وزارة الشؤون السياسية ودورها في تعزيز مسيرة الإصلاح ومسيرة التنمية السياسية في الأردن. اللي حاب أكد عليه وأحكيه في هذا اللقاء، في هذه المساحة الحرة المتاحة لي، أنا من يعني أعتبر نفسي من الناس اللي محظوظين أنه أنا بشتغل في مجال الاهتمام، وهذه يعني فرصة وشيء إيجابي أن الشخص اهتماماته بتكون نفس مجال عمله. اللي حاب أكد عليه أنه هذه الوزارة من الوزارات المهمة في عملية التوجيه الوطني، وفي عملية تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية السياسية في الأردن. وكان الهدف الرئيسي من تأسيس هذه الوزارة كيف يمكن زيادة مشاركة الناس والمواطنين الأردنيين في الحياة السياسية من خلال التشريعات المناسبة، ومن خلال إيجاد بيئة تشريعية مناسبة وبيئة تشريعية تحفز المواطن الأردني على المشاركة في عملية صنع القرار، وأيضا تعميق وتعزيز الثقافة السياسية في المجتمع، وخصوصا لدى الفئات المهمة في المجتمع، فئة الشباب وفئة النساء على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار يعني مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن، أنا أعتقد اعتقادا جازما بأن هذه المسيرة تطورت ومرت بمراحل مختلفة من عام 1989، بعد عودة الحياة الديمقراطية إلى الأردن، وبعد إجراء أول انتخابات في بعد 89. هذه الانتخابات كانت مؤشرا على أن هناك تطورا وتقدما ملحوظا باتجاه تعزيز الديمقراطية في المجتمع من خلال الممارسة الفعلية وهي الانتخابات. الحقيقة من 89 إلى اليوم هناك تطورات في مسيرة الإصلاح السياسي. أولا كان في عنا عدة هيئات ولجان وطنية تشكلت منذ عام 89 إلى اليوم. هذه بدأت بالميثاق الوطني الأردني، ثم لجنة الأردن أولا، وها كلنا الأردن، وانتهت بالأجندة الوطنية، وآخر شيء كان في مرحلة ما سمي بالربيع العربي لجنة الحوار الوطني. وأنا أحيانا يعني أقرأ في الإعلام أو أسمع، وحتى في المؤسسات المعلمية المختلفة، أنه معظم ما جرى في هذه اللجان بقي على الورق. ما أود يعني قوله في هذا الإطار أن معظم ما تم في هذه اللجان بدءا من الميثاق الوطني وانتهاءا بلجنة الحوار الوطني من مقترحات أو توصيات نفذت على أرض الواقع، بدءا من قانون الأحزاب السياسية عام 1992، إلغاء الأحكام العرفية، السماح للأحزاب بالعلنية والعمل العلني، ثم انتهاء بإنشاء مؤسسات. هذه المؤسسات هي التي تحمي الديمقراطية وتعززها، كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، إعطاء كوتا للنساء في الانتخابات النيابية والبلديات. هذه معظمها كانت عبارة عن مقترحات وتوصيات نوقشت في هذه اللجان، حتى فيما يتعلق في التشريعات، قانون الأحزاب السياسية لعام، أيضا قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التي جرت عليها، النظام التمويل المالي، قانون البلديات، أيضا قانون آخرها كان قانون اللامركزية الذي أقر في عام 2015، والانتخابات نفذت في 15/8 هذا العام. هذه مجموعة من التشريعات ومن المؤسسات التي جاءت نتيجة مسيرة الإصلاح السياسي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، خصوصا بعد عام 99. كان هناك تطور ملحوظ في مستوى التشريعات، وأيضا على مستوى المؤسسات. كثير من المؤسسات التي تحمي الديمقراطية وتساندها وتعزز وجودها في المجتمع تم تأسيسها وإنشاها، ويجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه المؤسسات ونساعدها على تطوير عملها، ابتداء من المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، ثم هيئة مكافحة الفساد، وكافة المؤسسات التي تعمل في هذا الإطار. الموضوع الآخر
ناس يتحدثوا كثيرا عن التنمية السياسية، والحديث أكثر في هذا المجال عن قضية التشريعات. التشريعات من خلال التجربة العملية تلعب دورا في التعزيز وفي زيادة الإصلاح السياسي، لكن أيضا هناك جانب آخر لا يمكن إغفاله، وأنا بعتقد أنه هذا الجانب هو الذي يؤثر على هذه العملية. هي عملية الديمقراطية أو الإصلاح السياسي هي عملية ديناميكية في أي مجتمع من المجتمعات، تتقدم وتتراجع حسب التشريعات الموجودة وحسب ثقافة المجتمع، وهي الأهم. ثقافة المجتمع تلعب دورا مهما جدا في تطور الديمقراطية وفي مسيرة التنمية السياسية في أي مجتمع وفي أي بلد من بلدان العالم. ولا يمكن القول في يوم من الأيام في أي مجتمع كان بأنه إحنا وصلنا إلى حالة تامة من الديمقراطية. هذه الحالة التامة يعني غير موجودة على الأرض، لأن المجتمعات تتقدم وتتراجع حسب الظروف الاقتصادية أيضا والاجتماعية، وكلها تلعب دورا. أرجع لثقافة المجتمع، وأعتقد هي الأهم، وهي التي تؤثر بشكل كبير على مخرجات المؤسسات ذات العلاقة بالعملية الديمقراطية، وخصوصا المؤسسات المنتخبة. أكيد هناك لا يزال مثلا على سبيل المثال السلوك الانتخابي للمواطن الأردني لا تلعب فيه العوام الموضوعية الدور الكبير. لا يزال المواطن هدفه الرئيسي في عملية انتخاب المرشحين والعوامل العشائرية والقبلية والجغرافية والانتماءات الإقليمية، وهذه بتأثر على المخرجات وتبعدنا عن العوامل الموضوعية. أنا بعتقد أنه الثقافة في أي مجتمع هي التي تلعب دورا كبيرا في مخرجات العملية السياسية. لذلك أيضا عندما نتحدث عن المشاركة السياسية، المشاركة السياسية هي عملية تحتاج إلى معلومات، وفي نفس الإطار تحتاج إلى مهارات وقيم وسلوك. وإحنا يعني في العادة لا تتحول معارفنا إلى مهارات وسلوكات. في العادة نحن نعرف جيدا ما هو الصح، لكن هذه الأشياء اللي نعرفها، وخصوصا أنا بحكي هذا الكلام خصوصا لدى فئة الشباب في عصر الانفتاح التكنولوجي وفي عصر وسائل الاتصال الاجتماعي، نحن نعرف الكثير ويمكن بسهولة الحصول على أي معلومة، سواء كانت هذه المعلومة تتعلق بالتكنولوجيا أو حتى في الحياة الاجتماعية أو في العلوم الإنسانية والاجتماعية. لكن المشكلة أنه يعني الشباب يعرفون كثير، لكن لا يتحول ذلك إلى مهارة أو سلوك أو قيمة لدينا، وهذه إشكالية يعني تواجه كل العالم العربي، وخصوصا عندما نتحدث عن الأنظمة التعليمية التي يعني لها الدور في تكوين شخصية الإنسان. التربية يعني في النهاية هي عملية تكوين شخصية الإنسان أو المواطن الذي نريد في أي نظام اجتماعي وفي أي نظام سياسي. هذه من الإشكاليات اللي بتواجه أو التحديات اللي تواجهنا حتى في عملنا كوزارة، يعني من خلال البرامج اللي ننفذها، من التحديات اللي تواجهنا عندما نتحدث عن مشاركة الناس وتعزيز مشاركتهم في العملية السياسية. القضية الثانية التي أنا أحب أن أتحدث عنها في هذا اللقاء، ما نقدمه اليوم من وما لدينا من برامج في هذه الوزارة من أجل إشراك الناس في عملية صنع القرار، وأيضا من أجل زيادة مشاركتهم في الحياة السياسية. إحنا في الوزارة لدينا استراتيجية للوزارة واضحة تقوم على رؤية ورسالة واضحة. هذه الرؤية تنطلق من أهمية تجذير الدولة المدنية التي يعني في الأردن نحن نعد أنفسنا يعني منذ بداية تأسيس الدولة بأننا دولة مدنية، لأنها قامت على دستور وعلى تشريعات مدنية. ولذلك من المهم جدا تجذير قيم الدولة المدنية التي أساسها سيادة القانون، كما تحدث بوضوح عن ذلك جلالة الملك في أوراقه النقاشية، وخصوصا في الورقة النقاشية السادسة. لذلك رؤيتنا الأساسية في هذا الإطار، ورسالة الوزارة هي كيفية زيادة مشاركة المواطنين في العملية السياسية كافة فئات المجتمع، من خلال تعميق قيم التعددية والقبول بالآخر واحترام التنوع واحترام الرأي الآخر، وأيضا المحافظة على الهوية الوطنية الجامعة بعيدا عن الهويات الفرعية والانتماءات الفرعية، وأن تكون هويتنا جميعا هي الهوية الأردنية الجامعة التي تجمعنا جميعا على أسس الدولة المدنية وعلى أساس احترام القانون وسيادة القانون وتعميق قيم المواطن الصالحة التي
هذه القيم هي التي تدفع المواطن للعمل وأيضا تدفعه للانتماء والولاء للوطن وللنظام السياسي والقيادة السياسية في الأردن. هذه الرؤية وهذه الرسالة هي التي ننطلق منها في جميع برامجنا. وحتى نعكس يعني هذه القيم والرسالة والرؤية في الفترات السابقة نفذنا عدة برامج هدفها الرئيسي وبشكل أساسي ركزنا فيها على الشباب فيما يتعلق في مشاركتهم في الانتخابات السابقة، خصوصا الانتخابات اللامركزية والتي تحدث لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام. هذه أنا بعتقد يعني أنه إحنا بالنسبة للانتخابات النيابية والانتخابات البلدية على ألفة بهذا النوع من الانتخابات منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، ولذلك هذه العملية عمرها أكثر من 100 عام مثلا بلديات في الأردن عمرها. وكذلك بالنسبة لانتخابات المجالس التشريعية هي منذ تأسيس الدولة لدينا، لكن الجديد في الحكم المحلي وفي مشاركة الناس في عملية صنع القرار هي مجالس المحافظات، وهي خطوة كبيرة باتجاه الإصلاح السياسي وباتجاه مشاركة المواطن في عملية صنع القرار الخدمي والتنموي الذي يهم حياته مباشرة. وهذه أيضا هذا الهدف الديمقراطي للموضوع. والهدف الآخر وهو الهدف الأوسع هو الهدف التنموي، كيف نحقق تنمية في المحافظات، كيف نزيد من عملية مشاركة الناس في التنمية وفي تحقيق فرص عمل جديدة وفي تحقيق استثمارات مناسبة في كافة المحافظات من خلال مجالس منتخبة وهيئات منتخبة، هي مجالس المحافظات التي بدأت عملها هذا العام بعد الانتخابات، بعد انتخابات البلديات واللامركزية بعد 15/8. وهذه المجالس لديها مهام واسعة وكبيرة، ونحن في هذا الإطار لدينا برنامجا سنطلقه خلال الأسابيع القادمة لإعداد وتأهيل وبناء قدرات الأعضاء المنتخبين في مهامهم الرئيسية الواردة في القانون. ويعني أنا بعتقد أنه هذا النوع من الانتخابات وهذا الشكل الجديد من أشكال الإدارة المحلية في الأردن هو نمط إصلاحي يجب المحافظة عليه ويجب تقويته. لن تأتي النتائج ولن يعني نلمس النتائج مباشرة من اليوم الأول، هذا عمل يحتاج إلى وقت، وبالخبرة والتطبيق ستظهر النتائج، ستظهر التحديات أيضا بالخبرة والتطبيق. يمكن تطوير هذا العمل من خلال الممارسة. من الأشياء اللي يعني متوقع عملها يعني أو من الأشياء المتوقع بعد هذه الانتخابات راح يكون هناك تداخل 100% في الممارسة بين مهام المجالس المحافظات ومهام المجالس البلدية وحتى مع المجلس مع النواب في المحافظات، لكن هذا التضارب ليس موجودا في القانون، هو موجود في الممارسة. مع التطبيق ومع العمل ومع الخبرة سيتطور هذا العمل. وهذا أنا بعتقد أن اللامركزية في الأردن سيكون لها نتائج إيجابية كثيرة. لعل أبرز النتائج المتوقعة، أولا سيكون هناك دور المواطن في تحديد احتياجاته وأولوياته التنموية والخدمية من الموازنة العامة. أيضا سيقوم النواب بدورهم الحقيقي الوارد في الدستور وهو التشريع والرقابة، بعيدا عن القضية الخدماتية التي ترهقهم وترهق أوقاتهم. والنائب في الدستور وظيفته الحقيقية هي التشريع ومراقبة ومحاسبة الحكومات. هذه المجالس تلعب دورا كبيرا، مجالس المحافظات في الجانب الخدمي في تقديم الخدمات للناس والمحافظة على أيضا اهتمامات الناس وأولويات الناس واحتياجات الناس. ولكن بالمقابل هذا الدور صحيح مطلوب من المجالس المحافظات في قانون اللامركزية، لكن أيضا هناك دور على المواطن. اللامركزية تحتاج إلى مواطن فاعل وإلى مواطن نشط، هذا المواطن يقوم بإيصال صوته إلى صاحب القرار سواء كانت في المجالس المحافظات أو في المجالس البلدية. وفي كافة الأحوال يعني حتى في القانون مطلوب من مجالس المحافظات
اللي هي لأول مرة في الأردن، مطلوب منها التنسيق بشكل رئيسي مع البلديات، لأنه البلديات وحدات أقل على لما نحكي على المحافظات، مطلوب منها التنسيق مع البلديات والاطلاع على خطط البلديات وموازناتها من أجل التعرف على احتياجات الناس وعلى أولويات المواطنين في المجالس البلدية وفي المجالس المحلية، حتى يتم إيصالها عند مناقشة خطط المحافظات وموازنات المحافظات واحتياجات دليل احتياجات المواطنين. هذا النمط كله، هذا العمل يعني جديد في الأردن. أيضا من الإيجابيات المتوقعة أنه في المستقبل راح يكون لدينا قدرات محلية في الخطط على مستوى المحافظات، راح يكون عندنا كوادر بشرية مدربة، مع هذه الكوادر ستقوم مع الزمن وبالمستقبل سيكون لديها القدرة على إعداد موازنات محلية على مستوى المحافظات. وهذا ليس يعني عملا جديدا في العالم، هناك أكثر من تقريبا 85 دولة في العالم تقوم بهذا النمط التشاركي الإيجابي من أجل إشراك الناس في عملية صنع القرار. وهذا النمط من الإدارة والحكم المحلي له إيجابيات عديدة، سواء عندما نتحدث عن الجانب الديمقراطي وهو المشاركة الفعلية للناس في عملية اتخاذ القرار وصناعته، وأيضا عندما نتحدث عن الجانب الآخر وهو عملية التنمية، خصوصا أنه إحنا في بلد هناك في تنوع في المناخات وفي الجغرافيا. يعني الأردن من رغم المساحة من البلدان اللي تتميز بتنوع المناخات، فيها أربع مناخات تقريبا، هذه المناخات تتنوع من الغوري للشفا الغوري لحوض البحر الأبيض المتوسط للصحراوي، وهذا بيعطي المحافظات حتى المحافظات يعطيها ميزات تنافسية عندما نتحدث عن الاستثمار أو عن المشاريع أو حتى عن الخدمات. ولذلك يعني حتى يعني كمواطن يعني نعول كثيرا على هذه المجالس أنها تحقق الهدف الرئيسي والرؤية الملكية لإنشاء وتأسيس هذه المجالس، الرؤية الملكية لمجالس المحافظة أن يكون للمواطن دور في محافظته، أيضا أن يكون هناك التنمية في كل المحافظات. هذه التنمية من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة للشباب، والشباب في المجتمع الأردني تقريبا تصل نسبتهم إلى 60% الذين تقل أعمارهم عن 30 عام. هذا مؤشر على أنه يعني هذا المجتمع مجتمع فتي، وهذه يمكن أن تكون فرصة لهذه المجتمعات أنه يكون فيها تنمية حقيقية ومشاركة بسبب الطبيعة النمائية لهذه الفئة في المجتمع. أيضا متوقع من هذه المجالس في المستقبل أن تساعد في حل قضايا المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بالتحديات التي تواجههم على مستوى الخدمة أو على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا نحن في الأردن في هذه الفترة بالذات نعيش ضغط، نتيجة ضغط على الخدمات، ضغط على البنية التحتية، ضغط اجتماعي وأمني نتيجة اللجوء السوري والقضية السورية والأزمة اللي تدور حولنا، بالإضافة إلى ما تعاني المملكة من في الإقليم يعني أو في المنطقة كاملها من ضغوط وتحديات التطرف والإرهاب والقوى الإرهابية والظلامية الموجودة في حولنا. هذه كل هذه التحديات تشكل يعني ضغطا كبيرا على الحكومات وعلى المجتمع، ونتمنى أن هذه المجالس من خلال أدائها وتطويره نكون لها دور في التصدي، ويكون لها دور في أيضا في حل هذه المشكلات اللي تواجهنا جميعا. أنا سعيد بهذا اللقاء في برنامج مساحة حرة، وأتمنى إنه هذا اللقاء يعني أو في هذه القناة أن تستمر في هذا العطاء وفي التنوع في تقديم برامج مختلفة. هذه البرامج تهم المواطنين، تمس قضاياهم الرئيسية بشكل مباشر. وفي النهاية يعني أشكر قناة الأردن اليوم على إتاحة هذه الفرصة لي للتحدث عن مجال عملي وعن أيضا قضية التنمية السياسية ومسألة التنمية السياسية في الأردن. وفي النهاية شكرا لكل القائمين على القناة، ويسعد مساكم جميعا ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام الذين تابعوا هذا اللقاء.